ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض تورته كده فانيليا بسيطه خالص. عايزه اقول لكم بس على حاجه، انا استخدمت دقيق الاسبونش بتاع الكيك، فهو حلو جدا وممتاز واداني نتيجه مضمونه جدا. مكوناتنا بقى عباره عن 5 بيضات، هنحط ال5 بيضات الاول، وهيبقى معلقه محسن كيك ومعلقه خل ومعلقه بيكنج باودر وكيس فانيليا ونص كوبايه ميه ونص كيلو الدقيق الاسبونش. اول حاجه هنعملها هنحط البيض، مش هنفصل صفار عن بياض، هنضرب ال5 بيضات بس شويه كده لغايه بس ايه ما يتخلطوا يعني مع بعض كده شويه. وبعد كده هنحط باقي المكونات. اول هما اتضرب معايا شويه، حطيت بقى معلقه محسن الكيك، وهحط معلقة بيكنج باودر، وكمان معلقة الخل، وهحط بقى النص كوباية مية. بعد كده هحط بقى الدقيق بس بالتدريج، بس عايزه اقول لكم ان النتيجه مضمونه جدا وحلوه قوي بجد. الدقيق بتاع الاسبونش ده بيدي نفس الكيكه السفنجيه اللي هتجيبيها جاهزه من بره، والكيك نفسه نفس طعم التورته اللي انت بتجيبيها من افخم المحلات. بامانه كان مديني نتيجه حلوه قوي. انا قعدت اضرب بقى لغايه لما الكيكه كده الخليط عالي معايا ولونه بقى يفتح. قعدت اضرب فيه حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق يعني عشان يديك النتيجة ديت. اول بقى ما افتح معايا وعلي كده، خلاص هو كده يبقى خلص. هبدأ بقى اصبه في القالب. هو انا المتوصية بزيادة بس هو بصراحة النتيجة كانت حلوة، وقلبها من جوه لما استوت كانت بيضة كده وجميلة. ده الخليط، بصوا ما شاء الله. انا هنا مستخدمة قالب مقاس 18، لو انت عايزة تستخدمي يعني قالب اكبر من كده دي حاجة ترجعلك. هو كل القالب ما يعني ما يبقى صغير، كل ما يبقى بارتفاع الكيكة بيبقى اكبر. فانا استخدمت انا عملت بصراحة 2 كيكة، واحدة فانيليا وواحدة شوكولاتة، بس الشوكولاتة هزوقها تاني يوم عشان دي عاملاها لعيد ميلاد ماما، يعني لان انا عندي عيد ميلاد كارما وباباها 12/12 وماما 13/12 وانا 1/12 واخويا 19/12 وجوز اختي معايا 1/12 بردك، وعندي تيتا 29/12 وخالتي 27/12 وخالي مش عارفة 11/12، فاحنا مستولين على شهر 12. فشهر 12 بالنسبة لنا ده تفجير يعني. هفضل بقى اساوي الكيكة كده هوت لغاية لما تبقى كلها حتة واحدة، ما تبقاش في حتة عالية وحتة نازلة، واخبط فيه عشان اطلع كل فراغات الهواء، وادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 150 ل 170 على حسب فرنك، وهتشغلي عليها من تحت بس حوالي نص ساعة، بعد كده هتشغلي عليها من فوق. انا هنا بقى هستخدم الكريمة، قصدي هعمل معاكم الكريمة. حطيت نص كوباية سكر عليهم كوبايتين كريمة خام، وهستعمل وكمان هحط كوباية لبن عليهم. بس عايزه اقول لكم بقى ان انا غيرت الراجل في بتاع الكريم شانتيه، فالكريمه دي ما دي يعني ما ادتنيش النتيجه اللي هي المطلوبه. هي حلوه بس مش حلوه قوي، عشان بس ايه دي كان فيها نسبه نشا عاليه، مش عارفه ازاي اول مره اجيب كريم شانتيه فيه نشا، فده كان فيه نشا وكان باين طعم النشا. انا حطيت بقى اللبن، هبدا اضرب لغايه لما الكريم شانتيه يعلى معايا. انا عامله كميه كبيره عشان انا هحتاج كميه كبيره من الكريم شانتيه. هقول لك ليه انا محتاجه كميه كبيره. انا ما كانش عندي مكسرات عشان احطها حوالين الكيكه من الجناب، فاستعملت الكريمه كده، عملت تشكيله بالقمع
وبقيت ازوق داير ما يدور حوالين الكيكة. بس لو انت عندك بقى مكسرات مش لازم تعملي كمية كريمة كبيرة يعني. دي الكيكة بعد ما طلعت، بصوا ما شاء الله عالية جدا، وكانت ريحتها بصراحة حلوة قوي. وعايزة اقول لكم ان احنا انا وبنتي اكلنا الحتة اللي من تحت دي كده، الزيادة دي قطعناها وكلناها فلقيناها حلوة قوي يعني. مسكنا نفسنا ان احنا ما ناكلهاش كده، انا بغطيها اول ما بتطلع عشان خاطر بس ما تنشفش. عبال ما اجهز بقية الحشوة بتاعتي، جبت هنا العصير بتاع الكمبوت، بقيت اسقي طبقات الكيك. انا قطعتها على 3 لكن هي كانت ينفع تتقطع على 4. اخر قطعة كانت عالية عندي، اللي هنا بسقسق فيها دي كانت اعلى واحدة فيهم، ممكن كانت تتقسم على 2 يعني. ده بقى كمبوت خوخ على كمبوت اناناس على كمبوت فراولة، جبت حبة كريمة وحطيتهم عليها. بدل ما انا محشي الكيكة كريمة سادة، فقلت احط معاها فواكه هتديني طعم وشكل حلو، وفعلا كان مديها طعم حلو جدا وبشكل حلو. بدأت افرد، اهم حاجة اخلي ان طبقة الكريمة والفواكه في يعني في النص ما وصلش بيها للحروف قوي. جبت الطبقة التانية وحطيتها، هبدأ احط باقي بقى الحشوة. اهم حاجة ما توصليش للاخر، ولو وصلت منك للاخر وحاجة طلعت هندخلها تاني يعني. انا عشان قطعتها سخنة، بصوا اول طبقة اتقطعت يعني ايه، كانت متفرولة. فما تعملوش طبعا كده، انتوا قطعوا الكيكة بعد ما تبرد، بس عشان انا كنت مستعجلة. دي بقى الكريمة، انا بدأت كده ادهن من الجناب وهحط كمان من فوق عشان خاطر اغطيها كلها بالكريمة. هو ده اللي انا قلت لكم عليه، ده اخد مني كميه كبيره بقى من الكريم شانتيه اللي هو التشكيل الام ده. بس لو انت عندك حبه سوداني بجوز الهند وعملتي السوداني كده مجروش وحطيتيه مع الجناب، هيديكي شكل حلو جدا اكنها جاهزه زي اللي بره بالظبط. وبعد كده عملت علامه بقى زائد اهو من فوق. هبدا بقى هرص الفاكهه بتاعتي، انا حطيت كيوي في اول مثلث، وبعد كده كمبوت خوخ في تاني مثلث، انا قطعت كده شرايح رفيعه، ودوت بقى كمبوت الاناناس، وقطعت فراوله عشان الكرمه بتحب الفراوله جدا يعني. كرمه كانت بس الفراوله يعني، وكانت حته كده من الكيكه هي عجبتها، بس هي اهم حاجه عندها الفراوله. دي كده يعني التورته بعد ما خلصت. انا هنا عندي بقى جيلي التلميع، انا كنت حطيته في الفريزر فعمل كده زي ايه كلاكيع كده معايا، فروحت عامله استنيته لما عمل شويه ودهنت بيه الكيوي، اهم حاجه عشان ما يسودش مني، ولونت بقى الفاكهه عشان تديني اللمعه دي. دي كارما بقى كانت بتحتفل بعيد ميلادها. يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، و يا رب تكون التورتة عجبتكم. مش عارفة اخر صورة، الصورة متشقلبة مش عارفة ليه، بس يعني هي كانت كرمة الحمد لله، كانت فرحانة بيها. ويا رب بقى تقولولي ايه رأيكم فيها. عايزة بس اوريكم هي من جوه كمان عاملة ازاي. بصوا دي من جوه بعد ما قطعناها، وكانت طرية جدا وبجد طعمها زي الجاهز بالظبط. اهم حاجة متنسوش لايك واشتراك في القناة.